جميع المشاركين من هنا من ميدان الوثبة عاصمة الميادين الذي يشهد هذه الانطلاقات لمهرجان قصر الحصن على قناة ياس الفضائية التراثية. من تتابع هذه الأحداث نذهب مباشرة إلى المسار إلى الانطلاق إلى مقدمة الشوط مباشرة وإلى المركز الأول مرور. هيا من تأتي على المقدمة لحميد بن راشد بن حميد الغويص السويدي من يقدم مرور مع المقدمة ومع المركز الأول. تليها مباشرة في المركز الثاني الوسمية سعيد بن حمد بن سعيد العرياني من يقدم الوسمية وتأتي الوسمية مع المركز الثاني. انتقل مباشرة بدوري مع المركز الثالث ورا الوصول من سمحة شعفوري بن مسلب بن الزفنة العامري من يقدم سمحة مع المركز الثالث. أما اللي في المركز الرابع من تتقدم مشاهدينا الكرام الشاهينية لراشد بن حمد بن عامر العامري يقدم الشاهينية وتأتي مع المركز الرابع. خامس المراكز مشاهدينا الكرام وصلت في هذه اللحظات مياسة أحمد بن هاشم بن يوسف العوضي من يقدم مياسة مع المركز الخامس. وفي سادس المراكز من تتقدم شواهين محمد بن سهيل راعي العوية العامري ينتقل إلى المركز السابع وراء الوصول مشاهدينا الكرام من قبل. في هذه اللحظات تتقدم مشاهدينا الكرام وراء بهذا المسار غيرت مباشرة إلى المركز السابع وانطلقت بهذا المسار غنايم عبد الله بن نائع بن مصبح النعيمي ينتخر ابن مية. ونشوف اللي في المركز التاسع مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات من وصلت في تاسع المراكز. يا سلام الكل ينطلق ويتقدم لمحة علي بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري. أما اللي في المركز العاشر مشاهدينا الكرام وصلت في هذه اللحظات وانطلقت إلى المركز العاشر بهذا المسار بهذا الانطلاق تتقدم إلى عاشر المراكز مشاهدينا الكرام اللي في هذه اللحظات هنا مشاهدين الكرام وصلت بهذا المسار هو الانطلاق. الشبكة تعود الملكية لعبيد بن بخيت بالعرت المنصوري أو الشبيكة مشاهدينا الكرام من يقدمها عبيد بن بخيت بالعرت المنصوري. ها هو الانطلاق ها هو النداء للمراكز المتقدمة لهذا الشوط لشوطنا الخامس. نعود مع البداية نعود مع الانطلاق الأول نعود مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول مع الصدارة والمقدمة. من تسيطر في مقدمة الشوط مرور مرور هي ما زالت في مقدمة الشوط مرور على المقدمة مرور من تمر بالمركز الأول بهذا الانطلاق. تعود الملكية لمرور لحميد بن راشد بن حميد الغويص السويدي من يقدم لنا مرور مع البداية ومع المقدمة منذ الانطلاق. المركز الثاني الوسمية سعيد بن حمد بن سعيد العرياني مع المركز الثاني. المركز الثالث وسط الشاهينية راشد بن حمد بن عامر العمري القادمة مشاهدينا الكرام من السلطنة هنا لتشارك في هذا المحفل وفي هذا المهرجان مهرجان قصر الحصن. المركز الرابع وصلت مشاهدينا الكرام شواهين محمد بن سهيل راعي العوية العامري من يقدم شواهين وتأتي شواهين مع المركز الرابع. المركز الخامس تصل سمحة علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني من يقدم سمحة وتأتي مع المركز الخامس. المركز السادس سمحة شعفوري بن مسلم بن الزفنة العامري من يقدم مشاهدينا الكرام هنا لمحة وسمحة مع المركز السادس. المركز السابع وصلت لمحة علي بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري مع المركز السابع. وفي ثامن المراكز وصول مشاهدينا الكرام من جواهر تعود الملكية لبطي بن علي بن محمد بن واسل الكتبي أول إذاعة لها مشاهدينا الكرام مع الندى الثاني مع المراكز المتقدمة. وصول وقدم في هذه اللحظات وانطلاق مشاهدينا الكرام من هنا من تصل في هذه اللحظات وتأتي بهذا المسار هو الانطلاق وهيلة سعيد بن خليفة بن سالمين الحميري. يا سلام وصول وأجيال وصلت أجيال سيف بن حمد بن قناص العامري من يقدم لنا أجيال
في هذا المسار. ها هو النداء للمرة الثانية، نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط، مع المركز الأول، مع الانطلاق الأول. هنا مشاهدينا الكرام في المقدمة مرور، مرور مع مقدمة الشوط، مرور مع المركز الأول. ما سلمت هذا المركز، ما سلمت المهمة، تبي الفوز والانتصار أن تهديه مالكها. مرور حميد بن راشد بن حميد الغويص، يا سلام، هو من سيطر في مقدمة الشوط، يعلن حضوره بكل قوة، يقدم ما لديه، يقدم لنا مرور مع مقدمة الشوط. والكيلو ونصف، الكيلو ونصف الذي يفصلنا عن خط النهاية. هنا بدأت تجمع من السبق، بدأت تجمع من الأبكار المحليات. أرى القادمة والواصلة، والواصلة وهيلة وهيلة وهيلة. سعيد بن خليفة بن سالمين الحميري، وصلت مشاهدينا الكرام. جواهر بطيب بن علي بن محمد بن واصل اكتبي، القادم أحلى، وصول من سمحة علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني، يا سلام. ومن الجانب الآخر هملولة سيف بن مسلم بن قنزول العامري، ما يبنى لها طاري هملولة إلا مع المركز الثاني ومع الكيلومتر الأخير. ما تبقى إلا القليل، يا ترى لمن الناموس، لمن الفوز، لمن الانتصار؟ أجيال سيف بن حمد بن قناص العامري بدأت تصل وتنضم مع المراكز المتقدمة. الكيلومتر الأخير، لا بعده إلا الناموس، لا بعده إلا الفوز، إلا الانتصار. السيارة هناك، الزعفران هناك، الانتظار والانتصار بالناموس هو الفيصل. خط النهاية ومرور، ما زالت تمر بالمركز الأول. مرور مع البداية، مرور مع مقدمة الشوط، معلن حضورها الغويص بهذا الأداء، بهذا المسار، بهذا الانطلاق. يا سلام يا سلام، مرور 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 مع المركز الأول. تعود ملكية مرور لحميد بن راشد بن حميد الغويص، ولكن هنا وصلت سمحة، سمحة سمحة علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني، والمركز الثالث هملولة مشاهدينا الكرام. ولكن نعود، نعود مع علامة الجودة، نعود مع مرور، مرور مرور مرور. أعلنت مغادرتها، أعلنت فوزها وانتصارها أن تهديها الغويص. هذا الفوز، هذا الناموس الصباحي يا الغويص، ما شاء الله وتبارك الله. غادرت مرور، انطلقت إلى الناموس، انطلقت إلى الانتصار، إلى السيارة، إلى الزعفران، لتكرر هذا الفوز وتعيد هذا الإنجاز وتهديه مالك أحمد بن راشد بن حميد الغويص. يا سلام، أسعد الله صباحك يا أبو راشد على هذا الفوز والانتصار. السلامات يا القمري، وين تهانينا والناموس؟ واسعد الله صباحكم يا هالي المشرف على هذا الفوز والإبداع والانتصار. لحظات الوصول، المركز الثاني وصلت هملولة اللي سيف بن مسلم بن قنزول العامري، المركز الثالث وصلت في ثالث المراكز مشاهدينا الكرام اللي هي وهيلة سعيد بن خليفة بن سالمين الحميري، المركز الرابع كان من نصيب سمحة علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني، المركز الخامس بالفعل وصلت جواهر بطيب بن علي بن محمد بن واصل اكتبي. هكذا مشاهدينا الكرام الفوز والابداع والانتصار. نذهب مباشرة للتوقيت الزمنية، واثناء وصول مرور الى خط النهاية معلنة الفوز والناموس، مهدي هذا الفوز حميد بن راشد بن حميد الغويص على هذا الفوز والانتصار. 9 دقائق التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام على قناة ياس الفضائية، 9 دقائق 23 ثانية. 3 من الاجزاء، تهانينا والناموس لمالك مرور حميد بن راشد بن حميد الغويص. من المركز الثاني من وصلة هملولة سيف بن مسلم بن قنزول عامري، قطعت المسافة زمن وقدره 9 دقائق 24 ثانية. 6 من الاجزاء، تهانينا والناموس. والمركز الثالث من وصلة وهيلة سعيد بن خليفة بن سالمين الحميري، وقطعت المسافة 6 كيلومتر في زمن وقدر اللي هي وهيلة، 9 دقائق 28 ثانية. 3 من الأجزاء، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.